وياكم الطالب على حسين ياس، سادس اعدادي الفرع الاحيائي. طبعا انتو تشوفون الخيمه والظروف اللي انا بيها، وحاليا طفت الكهرباء طلعت خارج الخيمه بسبب ظروف الجو والاجواء الحاره حاليا اللي جاي تمر بهاي الفتره. وحاليا انا ادرس للدور الثاني، مأجل انجليزي وعربي، ومواجهة بعض الظروف الصعبة، بس إن شاء الله مستمر وما راح أتوقف. طبعا من ظروف نقل مواصلات، من كشارع، كظروف نفسية، ظروف ثانوية أخرى من ناحية المعيشة. يعني تعرف كإحنا معيشتنا من الطبقة الأدنى من المتوسطة بهواي، من ناحية سكن، من ناحية فواجهت هواي صعوبات. وحاليا ما عندنا غير رحمة الله سبحانه وتعالى، ونحتاج بعض المساعدة يعني إذا توفر، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وما عندنا غيرها. من ناحية ظروف الحياة صعبة، كإنترنت توفر صعب هنا عندنا، يعني أنا دراستي حاليا على الإنترنت وصعب التوفر. إحنا ساكنين منطقة بعيدة عن شو اسمه، بعيدة عن الأبراج، وهاي وحدة. اثنين، من ناحية دروس خصوصية ومن ناحية معيشية ما أقدر توفرها. أنا طلعت طبعا معدل 81، حالتنا شوية تعبانة وما أقدر تأخذ دروس خصوصية، درست على اليوتيوب، واني مو كلش متفوق من الطلبة يعني المتوسطين، فطلع معدل 81. وحاليا بدي اروح كلية اهلية، وشوية من ناحية قصط هاي طبعا راح نواجه ظروف ومشاكل، وان شاء الله مستمرين. والله انا اريد احقق حلمي واحصل على طب الاسنان باذن الله تعالى، واذا اضطر الامر ان شاء الله اروح كليات اهلية. والله الناحية المعيشية كلش صعبة، يعني من ناحية ظروف سكن، وتعرف يعني قاعد بخيمة حار، ضغوط نفسية وجسدية والناحية كلها. والله هي الطلبات هواية، بس أمنيتي يعني أحصل على حلمي، أحقق الحلم. والله دا أدرس حاليا إنجليزي، والله بسبب الحار، الجو كلش حار بالخيمة، ما اقدر ادرس بالداخل وتطفي الكهرباء، فلازم اطلع برا حتى هنا شوية الجو ابرد من الداخل مال الخيمة. مين قاعد بيها حارة جدا. نعم يوميا هو الجو حيل حار، خصوصا هاي الفترة مال الصيف، يعني ارتفع درجة الحرارة جدا. والله احنا نازحين من جرف الصخر، صار لنا 10 سنوات هنا، وهاي المعاناة تشوفونها، وكهرباء ماكو، مولدة ماكو، اللي عنده خيمة عنده خيمة، والماء عنده خيمة بانا طين، صار لعشر سنوات السنة، يعني بذيك الشتوية هنا اكو بيوت راح توقع ويخر عليهم للصبح الماي، وحالتنا يرثى لها. واللي نرجوه لو تشوفوا لنا حل، لو ترجعوا لنا ديارنا نشوف لنا حل، يعني شنو الحل. مقضينها هنا بالصيف بالحر هاي الجهال، وبالشتاء بالطين، وقاعدين ساكتين ولا شغل ولا عمل، وندحق على وجه رب العالمين لا حد يسوي لنا عوده. واليوم صار 10 سنوات مهجرين من منطقتنا، ولا حد يرجعنا ولا حد يجينا هنا، وقاعدين يعني لا شغل ولا عمل، شباب تعبانة، وهاي الحالة جاي تشوفونها. والله وضعنا تعبان ومرضى ومعاناة، ماكو لا فرش لا بطانيات لا غذائية، حتى الغذائية قطعوها، خاصة احنا هاي صار لنا يمكن اكثر من 50 بيت هنا مهجرين بس بهاي الحارة، ارامل ويتامى، وماكو كل شيء غير رحمة الله من فوق، سيارة ماكو،
خدمات طبية ماكو، كل شيء ماكو. بيوت هاي اللي تشوف ولو مطرت الدنيا نغرق يقعن علينا. انت خاو شفت هاي اللي بنقر البيوت، شفت هاي البيوت، علاج ماكو. هسه انا بيا شحنات كهربائية، صرع بيا والله، وهاي منا كبدي بيكيس بالكبد، منا هاي عندي غدد، وحتى بس الدواير راد له 200,000، وكل شيء ماكو غير رحمة الله. وهاي شوف هاي القاع كلها متروسة يتامى ورامل والله، وكل معاناة ماكو، لا فرش لا أحد يجي علينا، حتى اللي يجي يشوف ويمشي بعد ما نشوفه بعد أبد. بس وقت الانتخابات يقولون تعالوا انتخبوا، وماكو غير رحمة الله. وانتو والله كهربات لا ما تفيد، وهذا الحر مال الصحراء والتراب وهذا المطر كلها هاي كلها تقرف على هاي النقرة. وانت شفت النقرة هاي شلون تقرف عليها؟ مو شفتها؟ شفت هاي البيوت هسه بالنقرة؟ هذا كله تقوم تذب فوق انا هاي النقرة. والله ماكو كل علاجات، من ينطي علاجات؟ احنا عاود نشوف لنا سيارة، احنا منين نروح نجيب سيارة؟ عاود نشوف لنا سيارة نروح لو للمجمع لو للفلوجة لو للرمادي، منين نجيب؟ هذا حتى علاج انا يعني جاي ادوره هنا بالفلوجة ما القاه، بالرمادي ما القاه. هذا علاج مال الكهرباء. احنا عندنا اطفالي كلهم هسه يريدون كل شيء يريدون، والله مسجلينهم بس مو يريدون، هم يريدون امكانية، يريدون ملابس ويريدون دفاتر ويريدون أقلام ويريدون كل شيء يريدون. وهاي شوف حالتنا. احنا نازحين من جرف الصخا وتعبانين وبيوتنا مهدمة وكل شيء ما عندنا، والله لا نقدر نجيب شيء ولا نودي شيء، وعندنا مرضى وانا مريضة وما ادري ايش اقول لك بعد. وانت تشوفون حالتنا، والله ما احنا نازحين وتعبانين وكل شيء ما عندنا، وعايشين بالتربان وهاي السموم والحر ولا كهرباء ولا مي ولا كل شيء عندنا. الحمد لله عايشين عيشة الضيم، لا كعيادات ولا علاج ولا كل شيء. الله نروح للفلوجة الرمادي بغداد، والله نروح يا الله نجيب علاج. بيا رجليني وقلبي وصدري وما عنده كل شيء، والله بالحر شفنا الضيم حتى جلودنا تصلخت من الحر والله العظيم. وعدنا اطفال وعدنا يعني تعبانين، مو شلون ما كان كهرباء ماكو. اطلب ان نرجع لديرتنا لو يعوضونا لو يشوفونا شارع، يعني احنا ما نظل هيجي. احنا نازحين من جرف الصخر ونريد نرجع لديارنا، واحنا احنا هل شفنا وين عايشين؟ بالصحراء، صحراء العامري، وما عندنا لا مأوى ولا كل شيء. نريد نرجع لديارنا ونريد صورة حل، يعني يشوفونا صورة حل بالمعيشة مالتنا. والله عايشين قوة قوة عايشين، والله نشتغل عمالة عند العالم ونجيب مصرفنا، واحنا ما عندنا لا ابو ولا ابن. وضعنا ما ساوي حيل حيل، والله نشتغل بالبتيتة نشتغل باللوبيا ومعايشين نفسنا قوة. انا اقعد للبنات هنا بالبيت اسوي لهم قد اسوي لهم خبزة، ويروحن يشتغلن ويجيب لي عيشة، يروحن بسيارة منا ويا ربعنا ويديهن يشتغلن ويجن. هسه عين لو بعد شوية الله يجن، لو جايات هسه شوفن شلون حالهن. اي والله عبن بالعلاليق، واللي هسه زرع هسه يسوون سواجي ويشيل على ظهورهم بتيتا ويزرعن. والله الساعة بالخمسة الصبح يطلعن، ما يجن غير الساعة بالـ11 بالنوبات بالـ12 ان شاء الله يجن. واحكي لك الحق، والعصر يطلعن من 3 ما يردن للوذان. اطلب من عندهم يشوفونا صورة حل، يسوون لنا رواتب. اشو هسه سوون لنا رواتب العاطلين، وجهالنا ما شادين بيهم. حار ومبردات ماكو غير مبرده واحده بالغرفه.
وكهرباء ما عندنا، ما نقدر نشتري لنا خط نشق الكهرباء. والله عمي احنا ناجحين ب 2014 لحد الان 2023 صار لنا 12 سنه جاعدين بالمخيمات. السبب هذا المي، يعني مثلا احنا المي مال البياره يصير واحد عم يرتشب بيه، واحد يسبح بيه، والله ما يرام هذا الحكي. هذا بالمحطه تعال اعطيني كل بطاقه 5000 دينار اشغلكم اياها. صار بال 20 يوم ما جاء نقطه مي. ما يصير هذا، والله جربينا من مي البياره. ولا حول ولا قوه. اي والله سلام، يعني شوي عيب للناس هسه اشوفك ظهرك كله حب، اقسم بالله والله جربين، اقسم بالله. نطالب عمي يرد موظف يقفلنا على المحطه، ما نهايه الطالب كل شهر بطاقه 5000 دينار، ما ترى هذا الحكي. فوق ما جاعد بخيمه تعال ترد من عندك كل بطاقه 5000 دينار كل شهر، ما عدنا منين نجيب. ولا حول ولا قوه. منجر في الصخر ووضعيتنا تعبانة هسه، كنا نبيع التمرات نعيش بيهين، هسه كل شيء ما عدنا، هسه بدي أروح للطبيب بيا ضغط وبيا سكر، كل شيء بيا مرض. هسه أريد أرد المناطقنا، عندي ضغط. أي والله ما أقدر هسه، تعبانة حيل تعبانة. أي وانت رجع أريد المناطقنا، جرف الصخر أريد. وضعيتنا حيل بهالرمل هذا جاعدين، وكهرباء ماكو ومي ماكو، وحيل تعبانين، وضعنا حيل تعبان مساء وحيل. صبر ما ظل عندنا بعد، ما ظل عندنا بعد، ما عدنا ممكنين عايش ارواحنا، ماكو بعد تمكين، ما ظل عندنا، خلصنا اللي عندنا كنا اهل وقعدنا، ما ظل عندنا بعد، صار لنا 10 سنين. نازحين وهاي 7 سنين واحنا هنا قاعدين بهالاستحراء، شنو ذنبنا اللي سويناه؟ ما يرد لنا المناطقنا، وهم مرضى وما عدنا لا مأوى ولا مكان. هذا اللي وهذا الاستحراء قاعدين فيه من ذاك اليوم لليوم، ولا حد ينظر بأمرنا، لا رئيس الوزراء ولا غيره. هسه حتى نفس معاني بالنسبه لي ما اقدر اتنفس، والله العظيم ما عندي جو انفيه، والله هذا الحر هل تشوفه. احنا تحت رحمه رب العالمين، والكرهبة اللي تجي ربع ساعه وتقطع ساعتين 3 ساعات. شن طالب نقول نريد يرددون لنا المناطق، يشوفوا لنا منطقه هذا، يرددون لحالنا حال الناس الردت. ايش سوينا احنا؟ شنو اللي سوينا؟ شو هم هجي جت له قبره هجي جتنا والله وضعنا مأساوي، عايشين بالحار ومي وما ادري شلون اريد ارد لديارنا. والله وضعنا ما يفيد، تعبانين ومرضى، ونتمنى من الله واهل المروه يرجعونا لديارنا، ينظرون بوضعنا، يشوفونا مكانات نسكن بيها. وما نقدر بعد، ما نقدر نتحمل اكثر من هذا الشيء، وان شاء الله الله يوفق اللي ينظر بوضعيتنا. والحر حاره والله حاره، لا كهرباء شويه تجي وتطفي لها ساعتين 3 ما تجي، مولدات لا عدنا. والله الظهر ينتقل وضع، ودع نهفه بالمهفه، وكرهبة ما تجينا لو ساعه لو ساعتين باليوم. والشتاء هم بارده وحال، والهالي بيوت تخر علينا،
والله شو نطلب؟ ما ظل عندنا شيء تطربه ونتمنى شو نسوي هذا وهاي. عندي سكر وعندي ضغوط وعندي خفقان وفاصلي توجعني، يعني حيل تعبانة. احنا ما يفيد، نريد نرد لديارنا، نريد جرفنا، نريد مي، نريد غذائية، ما عندنا، نريد كل شيء ما عندنا. لا مي عندنا، لا وهل هذا حالنا بهالتراب قاعدين، ما كل شيء ما عندنا. لا هاي ولا ذيك. يرددون جرفنا، ينطونا قيعان نبيها ننزل. وين ما كان ينطونا قيعان ونروح ننزل بيه، هم خذوا جرفنا وسربتونا. احنا واحد عن هالدنيا هاي، نريد مكانات، نريد غذائيه لاكو، نريد كل شيء ما عندنا. والله شوف هذا حالنا بهالتراب، لا مي، لا كل شيء ما عندنا، مي شرب ماكو. خذوا هال، ما ندري من اخذها، اخذتها العالم. تربتونا ديحونا بالديان جهالنا، وشي وكنا دايحين، لا جهال، لا ملبس، لا ماكل، لا اي شيء ما عندنا. والله غير رب العالمين، بس ما عندنا اي شيء. وهذا الحر، لا كهرباء، لا مولد عندنا، لا اي شيء عندنا، ما عندنا كل شيء. والله والحر يقتل بينا. وقاعدين جوه نكاتب والخيمة تصمت صمت، ماكو أي شيء. ونحمد الله ونشكره، أتمنى كل شيء، ينطوني قاع، ينطوني مبلغ أبنبي، ينطوني أي شيء. ليش أنا هسه كل شيء ما عندي. بالطبيب، تيد طبيب وتيد مصرف وتيد هاي، عندنا عوائل، والله جهال كل شيء ما عندنا. هي 10 سنين، ريلي هويل، والله وانتوه بهالتربان بالصحراء. وهاي الخيمة اللي تصمت، لا تقدر تقعد بيها، لا تقدر تحط لك شيء بيها، لا. وما عندنا كل شيء غير رب العالمين. حان نازح، ما عندنا العاب، هاي شوفونا سقات، العب بالطائرات. اي ما عندنا كش، بس نلعب بالطائرات. بالطائرات بهالتراب. أنا أتذكر.